السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد القرغلي من قناة ايتك برو. أحبتي، في هذا الدرس إن شاء الله سوف نتكلم عن مصطلح النستد في العبارات الشرطية أو if statements. كما قلنا أننا نستطيع استخدام الصيغة التالية لكتابة العبارة الشرطية. نقوم بكتابة if ثم condition ثم نقوم بكتابة الاكشن في حالة تحقق الشرط. أما إذا لم يتحقق الشرط ننتقل إلى else ثم نقوم بكتابة الأكشن الثاني في حال عدم تحقق الشرط. أما إذا كان لدينا أكثر من شرط نريد أن نتحقق منه نستطيع استخدام العبارة elif بالصيغة الآتية ثم نقوم بكتابة الأكشن إذا تحقق الشرط الثاني، ونستطيع استخدام العبارة elif أكثر من مرة بصورة طبيعية جدا. ما نقصد بالنستد هو أننا نقوم باستخدام if داخل if بالصيغة التالية if ثم condition ثم الأكشن في حال تحقق الشرط ثم else ثم action في حال عدم تحقق الشرط الأول. كما تلاحظون أحبتي أصبح شكل الكود يشبه النست أو العش، لهذا السبب تسمى هذه الطريقة بالنستد. لنفرض أن لدينا المثال الآتي الذي يتحقق من النمبر هل هو موجب أو سالب. لدينا متغير اسمه num وقيمة هذا المتغير هي float ونوعه input. سوف نقوم بإدخال رقم عن طريق هذا المتغير. إذا كان الرقم أكبر من 0 أكبر أو يساوي 0 سوف نحصل على الرسالة the number is positive. أما إذا كان الرقم أصغر من 0 أو أن هذا الشرط لم يتحقق سوف نحصل على الرسالة the number is negative. لنقوم بتشغيل الكود ونرى ما هي النتيجة. لنفرض أن نقوم بإدخال رقم 10 حصلنا على الرسالة the number is positive. لنقوم بتشغيل الكود مرة ثانية ونقوم بإدخال minus 3 حصلنا على الرسالة the number is negative. ولكن ماذا لو أردنا أن نتحقق هل الرقم هو 0؟ في هذه الحالة نستطيع استخدام طريقة النستد، أيننا سوف نقوم بكتابة if داخل ال if الأولى بالصيغة الآتية. كما تلاحظون أحبتي استخدمنا if the number إذا كان أكبر أو يساوي 0، سوف استخدمنا if ثانية إذا كان ال number يساوي 0 سوف يقوم بإظهار الرسالة the number is 0. أما إذا لم يتحقق الشرط سوف يظهر لنا الرسالة the number is positive. أما إذا لم يتحقق الشرطان في ال if الأولى سوف ينتقل إلى else الأخيرة ويقوم بطباعة أو إظهار الرسالة the number is negative. لنقوم بتشغيل الكود سوف أقوم بإدخال الرقم 10 حصلنا على الرسالة the number is positive، وذلك لأن الشرط الأول تحقق ولكن الشرط الأول في الإف الثانية لم يتحقق، تحقق أو قام بإظهار الرسالة في حال عدم تحقق الشرط الأول وهي the number is positive. لنقوم بتشغيل الكود مرة أخرى ونقوم بطباعة minus 2 حصلنا على الرسالة the number is negative لأن الشرط الأول لم يتحقق فانتقل مباشرة إلى الشرط أو انتقل مباشرة إلى else في حال عدم تحقق الشرط الأول. لنقوم بتشغيل الكود مرة أخرى ونقوم بإدخال 0. كما تلاحظون أحبتي حصلنا على الرسالة the number is 0 وذلك لأن الشرط الأول تحقق من ال if الأولى والشرط الأول من if الثاني أيضا تحقق. هذه هي صيغة النستد.
إلى هنا نأتي إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، نلتقيكم في الدرس القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.